المحاضرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتناول في هذا اللقاء زي ما حكيت لكم اللي هو الموضوع الثالث. الموضوع الثالث من الموضوعات المهمة اللي لها علاقة ببناء البرامج التعليمية، ولكن يعني ليس بشكل مباشر، بل يعني إن صح التعبير اللي هو كالقواعد، القواعد الموجودة في إحدى الأبنية لا ترى بالعين ولكنها تحمل عليها البناية كاملة، لأنه بتتناول الأسس النظرية للتصميم التعليمي، والتصميم التعليمي ركن أساسي لتصميم البرامج التعليمية. بمعنى أن التصميم التعليم تقوم على نظريات التعليم والتعلم، وبناء البرامج التعليمية تقوم على تصميم التعليم. ما تم عرضه في هذا الموضوع أمامكم يعني اختصارا للوقت هو اللي هيكون مطلوب منكم، هو اللي يتحمل بس مقسم إلى 3 أجزاء على الموديل. سيتم تجميعهم في بداية الموديل فوق، هيكون موضوعات المقررة الرئيسية، وهنزل لكم مثلا الموضوع الأول والثاني والثالث مع بعض في PDF. بعد ما نخلصهم بننزل الرابع والخامس والسادس وهكذا. لكن اللي انتم عرضتوه كويس وهو موسع ممكن اكثر، احنا عشان اللقاءات هذه افتراضيه ممكن اول لقاءين او 3 ما بيقطع علينا البث، لكن بعد ذلك سيقطع بعد مده 40 دقيقه. على اي الاحوال اللي بنقطع من عليه البث يعني بيختفي، بنقطع بيفصل النت عنده، بيرجع بنفس الطريقه التي دخل بها، بنكون موجودين. وبالمثل بالنسبه لي لو انقطع انا بفوت، بتضلوا انتم موجودين في هذا الجانب. ايوه، ايش يا ابو خط؟ طيب، الان الموضوعات الرئيسيه التي سوف نناقشها في هذا اللقاء هي نظريات التعلم والتعليم ذات العلاقه بتصميم التعليم. وزي ما حكيت لكم قبل كده فان اللي هو تصميم التعليم له علاقه مباشره ب له علاقة مباشرة ببناء البرامج التعليمية. طيب، احنا بدل ما نحط احضار للامام واحضار للخلف ونقعد نشتغل فيها هذه ويظهر الكلام وما يظهرش، خلينا احنا ايه نتجاوز هالمرة هذه. طيب، الان النظرية السلوكية هناخذ، وناخذ النظرية المعرفية، والنظرية السلوكية هناخذ الركائز والاستهامات والتجديدات التربوية التي اثرت على تصميم التعليم الى اخره. ثم يتناول الموضوع الثالث النظرية المعرفية، واما الموضوع الرابع فيتناول النظرية البنائية، والنظرية البنائية هي بنيت على اكتاف يعني النظرية المعرفية. فعلى سبيل المثال احد اقطابها جانب ياجي هو بالنسبة للمعرفية هو أيضا أحد أقطاب النظرية البنائية. ثم نأخذ النظرية التوسعية لجيرلوث ونظرية الذكاءات المتعددة وعلاقتها بتصميم التعليم. يا أستاذ أحمد، إيش رأيك في المعروض؟ أشوف ورينا وجهة نظرك فيه، اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصوت واضح؟ واضح. اللي مش واضح ممكن عنده يتحدث ويقول مش واضح او برفع اليد، يعني بتلاقوها موجوده يعني بالاعلى بالشريط الادوات اللي عندكم جنب اللي هو موجوده في شريط الادوات اللي عندكم في اللي هو جنب الادله، يعني الشريط اللي بيظهر عندي بيختلف من عندكم، لكن بتلاقوا شريط لو ضغطوا عليها او اتنين يعني واحد لايك وواحد رفع يد لو ضغطوا عليها بتظهر عندي واديك المايك. تفضل يا استاذ احمد. التصميم التعليمي ونظريات التعليم والتعلم. تقوم تكنولوجيا التصميم والتطوير التعليمي على اساس مفاهيم ومبادئ مشتقه من نظريات التعليم والتعلم، وتجمع بينهما في توليفات نظريه خاصه بعمليات التصميم والتطوير. تشكل الاسس النظريه لهذا المجال دون ان تتحيز الى وجهه النظر دون الاخرى أو تكرر تفاصيلها، والمصمم التعليمي عليه أن يلم بكل ذلك لكي يتمكن من تصميم تعليم كفء وفعال. فالتصميم التعليمي يمكن أن يكون فعالا
إذا عكس المصمم درايته بهذه الأسس النظرية وطبقها. وقد أشار ريك واليس إلى أنه على المصمم التربوي قبل البدء في تصميم التعليم تبني نظرية تربوية توضح له الاستراتيجية التعليمية التي يقوم بها ونمط التفاعل بين التعليمين. نمط التفاعل بين المتعلمين يعني. تمام. ونمط التفاعل بين المتعلمين ومناسبة الأنماط التعليمية للفروق الفردية. تمام، يعني خلاصة الكلام أن لابد من نظرية، هذه النظرية توضح يعني المبادئ التي يقوم عليها تصميم التعليم. ونظريات تصميم التعليم بحثت في كيف يتعلم المتعلم وما هي أفضل الطرق والاستراتيجيات. وحديثا نماذج تصميم التعليم الحديثة هي تقوم على التفاعلية تماشيا مع النظريات الحديثة كالنظرية البنائية. بعد ذلك في عنا المتتبع لتطور علم تصميم التعليم، يعني لو أنتم درستوا دراسة متعمقة في هذا الجانب سوف تجدون يعني في النهاية مجموعة من النظريات التي تأثر بها علم تصميم التعليم، بالإضافة إلى نظرية النظم، بالإضافة إلى اللي هو نظرية الاتصال. وأعتقد أن الأستاذ عبد الرحمن نبهان تطرق إلى ذلك في الموضوع الثاني. أولى هذه النظريات والتي لا زالت يعني مهيمنة على المجال هي النظرية السلوكية، فجميع التقييمات التي تتم للطلاب تقوم على أساس سلوكياتهم، وإن ارتبط العلم في أدمغتهم فإن النظريات المعرفية تبحث في كيف يعالج الفرد المعلومة داخل عقله. هذه النظرية ظهرت في سنة 1912 طبعا في الولايات المتحدة من روادها واتسون وثورندايك وسكينر، و يتمركز محورها حول سلوك الإنسان. ويعني منشأ النظريات جميعا هو علم النفس في الغالب، تعتمد هذا على القياس التجريبي حيث سبق الإعلان عنها أو على نتائج تجاربها في الأربعينيات من القرن الماضي، تجارب على مجموعة من الحيوانات رحمه الله أو الطيور في هذا الجانب. وكما تعلمون فإن النظرية السلوكية يبقى هي تركز على السلوك الملاحظ في هذا الجانب. أمين يا أستاذ حذام، اقرأي لنا لو سمحت النظرية السلوكية وتصميم التعليم. نعم. كيف بدي أعمله هذا؟ نعم. النظرية السلوكية. تفضل يا حذام نسمعك. ظهرت المدرسة السلوكية سنة 1912 في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أشهر مؤسسيها جون واتسون وجانييه وثورندايك وسكينر. ومن مرتكزات تلك النظرية التمركز حول مفهوم السلوك من خلال علاقته بعلم النفس والاعتماد على القياس التجريبي وعدم الاهتمام بما هو تجريدي غير قابل للملاحظة والقياس. ويرى أصحاب النظرية السلوكية أن التعلم يحدث نتيجة تعرض الفرد لمثير معين يستتبعه استجابة ناتجة عن هذا المثير، كما أن التعلم يقاس بالتغير الملموس في سلوك هذا الفرد بعد تعرضه للمثير. ومن خلال تكرار الفرد الاستجابة نفسه والمثير نفسه تثبت هذه الاستجابة عنده، ومن هنا يمكن تعديل السلوك عن طريق الاستجابة للمثيرات. تمام، مين عنده أي تعليق على هاي يعني أو يوضح لنا يعني شو النظرية السلوكية كيف تنظر إلى عملية التعليم؟ أنا دكتور ممكن أتكلم. تفضل يا أستاذ النظار. يعطيك العافية. دائما النظرية السلوكية بترى أن التعلم عملية تغير دائم نسبيا في السلوك نتيجة المرور بخبرة معينة. تمام؟
فهي بتنظر انه دائما في مثير واستجابه لهذا المثير ايا كان نوعه، وخلال ذلك تتم عمليه التعلم. يبقى هي مثير واستجابه ثم تعزيز هذا الجانب، وسوف في الشرائح القادمه سوف يعني تتم الامور بشكل اكثر وضوحا. الان في تاثر علم تصميم التعليم، هو نشا وترعرع في نهاية الستينيات، لكن تأثر في بدايته الأولى بالنظرية طبعا إيه السلوكية. خلينا نجيب لنا مؤشر ولا نجيب لنا قلم ولا نجيب لنا حاجة هيك نعلم بها بس بعد إذنكم. وفي ضوء ذلك خلينا نخليه هيك يعني السماكة شوية. طيب وفي ضوء ذلك يعني في دراسات تجريبية النظرية السلوكية قامت بها أو أقطاب النظرية السلوكية قاموا بها، ومنهم كراودر على سبيل المثال وسكينر أشهر اثنين. ويعني أصحاب الفكرة الأولى أو الإرهاصات الأولى الذين ساهموا بتطويع هذا العلم لتصميم التعليم يعني كان من ضمن هذين العالمين، واعتمدت يعني تجاربهم معظمها على نموذج المثير والاستجابة. لذلك ركزت على يعني متغيرات البيئة التعليمية هذه النظرية، ونظريات البيئة المتغيرات البيئة التعليمية وتنظيمها بمعنى البيئة الخارجية، قديش يكون فيها مثيرات، قديش ممكن تجذب الطلاب لعملية تعلم ويقوم بإظهار الاستجابات المرغوبة. تصميم التعليم وفقا لتوجهات هذه المدرسة تتم في صورة يعني خطوات متتابعة ومحددة سلفا، وأقطاب النظرية هذه سموها يعني عملية تشكيل السلوك والتحكم في السلوك لدرجة يعني أنهم ممكن يتحكموا في سلوك المتعلم. فدام عاوزة تتعلق إشي رافعة يد لو سمحت. لا يا دكتور، من الفقرة اللي قبل خلاص بدي أعلق فقرة. تفضل. لا يا دكتور، كنت بدي أحكي إنه طب تمام نزلة بتضغط عليها ثانية بتنزل إيدها. هلا ممكن خلص تمام. طيب في واحد اسمه بلوك حدد الركائز الأساسية لعملية تصميم التعليم في ضوء المدرسة السلوكية، منها الموضوعية، والموضوعية تعني وحدة تسلسل السلوك الإنساني تكون قائمة على ملاحظة الأحداث الخارجية، بمعنى حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بالسلوك يجب أن تكون البيئة مرتبة ترتيبا تؤهله للقيام بهذا السلوك. البيئة بيهتموا بها وهي أهم العناصر في تحديد سلوك المتعلم والتي تؤثر في أدائه، وأكيد لا شك يعني أن من لديه إمكانيات في التعلم مثلا الإلكتروني يختلف عن من ليس لديه إمكانيات. لوماس في سنة 1948 افترض أن بداية حركة تصميم التعليم قد ركزت على فرضية التعليم المبرمج لسكينر، وركزت على ثلاث ركائز: التحليل والتصميم والتقويم. الآن عمليات تصميم التعليم لم تكن واضحة كوضوح الذي نعيشه، بمعنى البعض يقول التحليل خلاص تحليل يعني التصميم، والبعض يقول التصميم فإن التصميم يعني التحليل. في مرحلة لاحقة اعتبروا أن التحليل هو الخطوة الأولى والتصميم هو عمليات الإنتاج والتنفيذ ثم يتبعها التقويم، باعتبار أن السلوك الكامن بمعنى غير الظاهر يتغير بشكل كبير تبعا لسلوك المتعلم الحالي حسب البيئة اللي بتكون موجودة أمامه وصولا إلى يعني السلوك الجيد. في مفهوم آخر عندهم هو مفهوم التعزيز، ومفهوم التعزيز يشير إلى احتمال زيادة ظهور سلوك تعليمي ما يتوقف عادة على نتائجه إذ أن السلوك محكوم بنتائجه، بمعنى كلما أجاب الطالب إجابة على سبيل المثال صحيحة وتلقى إفادة تخبره بذلك فإن هذه الإفادة التي تخبره بذلك سوف تؤدي إلى ازدياد
احتمال ظهور هذا السلوك في مواقف مشابهة لمثل هذا الموقف. وطبعا في عندنا سلوك إيجابي وسلوك تعزيز سلبي وتعزيز إيجابي ومادي ومعنوي إلى آخره من أنواع السلوكيات المختلفة في هذا الجانب. في واحد كان اسمه جالاكسي أو جالاكسي 15، تفضل يا أستاذ ما عدا التعريف عن نفسك أو نفسك بتلاوة أهم إسهامات رواد المدرسة السلوكية في مجال تصميم التعليم. تفضل يا أستاذ. طيب أستاذ محمود تفضل اقرأ. الأستاذ محمود موسى. أهم إسهامات رواد المدرسة السلوكية في مجال التصميم التعليمي. يعد سكينر أول من طبق مبادئ علم النفس في مجال التعليم من خلال دراساته التي نشرها حول استراتيجية التعليم المبرمج أول تقنية للتعليم. ومن هذه المبادئ ضرورة تحليل التعليم في خطوات أو مثيرات جزئية قابلة للملاحظة، وأن يتطلب التعلم استجابة يمكن ملاحظتها من قبل المتعلم، وأن يوفر التعليم تعزيز فوري لاستجابة المتعلم، وأن ترافق استجابة المتعلم تغذية راجعة فورية توضح له مدى صحة استجابته، وأن لا يؤدي التعليم بالمتعلم إلى ارتكاب الأخطاء الكثيرة، وأن يعتمد التعليم على سرعة المتعلم في التعلم خطوة الذات. قام العالم جيلبرت بتطوير طريقة هي طريقة الخطوة الذاتي، يعني التعلم الذاتي. تمام. قام العالم جيلبرت بتطوير طريقة تعليمية تعرف باسم السلسلة الرجعية، حيث تبدأ بالتعليم النتائج النهائية للمادة التعليمية أولا، ثم تقدم تدريجيا إلى تعليم المقدمة. طور إيفانز وهوم وجليسر طريقة تعليمية تجلت في تدريس الأفكار العامة أولا، القاعدة أو المبدأ، ثم الأمثلة التي توضحها. تمام، يعني هذا سرد التاريخ ما بدنا نقف عليه كثير، في أهم من ذلك. ننتقل إلى الشريحة التي تليها. أكمل يا أستاذ محمود. ساهم العالم الأمريكي جروبر في بناء علم التصميم التعليم مباشرة، حيث ركزت على أهمية التسلسل في تعلم المادة الدراسية. العالم جانيه ساهم في علم تصميم التعليم ضمن إطار تطبيقه لمبادئ نظريته التعليمية الهرمية في المجال التربوي. لقد قال جانيه أن الإنسان لديه قدرات بشرية هائلة مبنية ومرتبة فوق بعضها البعض بطريقة هرمية، وبناء على هذا المبدأ قال بأن التعلم يجب أن يتم بطريقة هرمية. العالم هورن وضع مجموعة من الإجراءات التعليمية تستعمل كخطوط إرشادية لدى القيام بعملية تصميم المواد التعليمية. هذه الخطوط تعرف باسم خارطة المعلومات، مكونة من نظام متكامل من المبادئ والإجراءات لتصنيف المهمات التعليمية وتبويبها وربطها وترتيبها وعرضها بطريقة تصويرية. تمام، أشكرك. أنا بس كنت عدلت اسم طالبين، كان واحد خاسس بالاتش بي وواحد بالجالكسي. فهذه هي إسهامات المدرسة السلوكية في مجال تصميم التعليم. لا شك أن هذه الأفكار يعني تحكم في زمنها بالنسبة لنا واضحة، لكن حينما في زمنها كانوا يسافروا من بلاد لبلاد عشان بس يطرحوا مثل هذه الأشياء. بالرغم من يعني العالم جياني يعني أكد على القدرات الهرمية بالنسبة للتعلم، إلا أن في النهاية هذه المدرسة ركزت على السلوك الظاهر في هذا الجانب، ولم تبحث كثيرا في كيفية معالجة المعلومات لدى المتعلم داخل عقله. طيب، في عندنا واحد اسمه حكيناها توهاي بلوك مكررة، معلش. في عندنا بعد ذلك تصميم التعليم تأثر في عقدي الستينيات والسبعينيات بفكر اللي هو المدرسة السلوكية، لذلك ظهرت حركة الأهداف السلوكية. مين بقول لي شو هي حركة الأهداف السلوكية؟ آية مي الترتوري.
سؤال دكتور تاني. سامعيني؟ لا انا بحكي مي الترتوري هي اللي بدها، يعني ما المقصود بحركة الأهداف السلوكية؟ سمعانا يا مي؟ طيب ندى الأغا، نداء الأغا. أيوة دكتور. تفضلي، ايش المقصود بحركة الأهداف السلوكية بشكل عام؟ يعني هي الأهداف السلوكية بس عايش يعني بتقوم كانت. إنها قامت على أساس صياغة أهداف النظم في صورة سلوكية محددة قابلة للقياس. تمام، أشكرك. هو بشكل عام يعني المدرسة السلوكية وحركة الأهداف السلوكية يعني مكملتان لبعضهما البعض، حيث الأهداف السلوكية واحد ضابط أمريكي اسمه ميجر كان في البحرية الأمريكية، كان يقول يعني يجب على الشخص أن يعرف ماذا يجب أن يقوم أو شو اللي بده يكون قادر على القيام به بعد الانتهاء من تنفيذ مهمة ما. وهذا أدت ارتبطت مباشرة بالسلوك بالمدرسة السلوكية، فكلاهما يجزئ الموقف التعليمي إلى أجزاء بسيطة أو بسموه تكسير الموقف أو الهدف إلى أهداف أصغر منه حتى يكون قابلا للملاحظة ويكون قابلا للقياس في هذا الجانب. تبعها ذلك أيضا حركة مكملة اسمها التعليم المبرمج، والتعليم المبرمج هاي إحنا هاخذها بعد شوية من تطبيقات اللي هو المدرسة السلوكية على تصميم التعليم. ثم فكرة تفريد التعليم بمعنى مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين بحيث يكون كل متعلم فريد في نفسه وله مواد تقابل هذه الفروق الفردية التي موجودة عند هذا المتعلم. في خطة كيلر بلان على سبيل المثال الموجهة فرديا، وكذلك اللي هو برنامج التعلم طبقا للحاجات الفردية للمتعلم. ثم ظهر التعلم بمساعدة الحاسوب أو الكمبيوتر، ثم ظهور مدخل النظم. هذا كله في الستينيات ونهاية الستينيات. التعلم بمساعدة الكمبيوتر ظهر حديثا، ولكنه ذكر هنا لأنه المبادئ التي اعتمد عليها التعليم المبرمج هي نفس المبادئ التي اعتمد عليها التعليم بمساعدة الكمبيوتر من حيث البرمجة ومن حيث الجزئيات اللي احنا بنشوفها في هذا الجانب، فاعتبروه أيضا جزء من تجزئة الموقف التعليمي وتركز على السلوك الظاهر، فذكر في هاي الجانب. أما بالنسبة لأبرز الملامح المدرسة السلوكية المتعلقة بتصميم التعليم، فإن المدرسة السلوكية يعني تعد أحد الأسس الرئيسة لتصميم التعليم، وربما يكون التعليم المبرمج يعني هو أكثر أو أحد التطورات الهامة في هذا الجانب. من أبرز ملامح النموذج السلوكي في عملية تصميم التعليم هو تحديد المهام أو المحتوى التعليمي وتقسيمه إلى مهام صغيرة تؤدي إلى المهمة الكبيرة، تحديد الخبرات السابقة للمتعلمين وسلوكهم المدخلي، سوف نأخذ بالتفصيل بمعنى ما الذي يعرفه الطالب عن التعلم الجديد ويمتلك القاعدة المتعلقة به في التعلم القديم، يعني ربط الخبرات السابقة للمتعلمين كمتطلبات أساسية للتعلم اللاحق. وغالبا سلوكهم المدخلي هي يعني إضافة إلى ما قلت في الخبرات السابقة، فظروفهم وأعمارهم واللي هو نموهم العقلي وربطه بالفئة العمرية والحواس التي تستخدم في التعلم سواء كانت بصرية أو يعني مجردة. وصف السلوك المطلوب تعلمه، تحديد خصائص الأداء الجيد لهذا السلوك. كما تعلمون فإن الهدف السلوكي
يعني وشوفها مين بده يعرف لنا الهدف السلوكي وين. يلا يا استاذ علاء، انت مدرس واكيد زهقان الاهداف السلوكيه، يمكن اشتقت لهم حسب الجلسه في البيت. يا استاذ علاء، استاذ علاء معك يا دكتور، اتفضل. هاي المشكلة بدنا دكتور سماني. سامعك، بدنا بس تعريف الهدف السلوكي ومكوناته. أول حاجة، تعريف الهدف السلوكي هو وصف لما يتوقع من المتعلم إنجازه في نهاية الحصة أو الموقف التعليمي. طبعاً الهدف السلوكي لابد أن يكون له مجموعة من الخصائص أو الصفات، أبرزها أن يكون واضح، أن يكون الهدف واضح يصف للمتعلم ما ينبغي عليه أن يقوم به. ثانياً، أن يكون قابل للملاحظة، أي أن المعلم يكون قادر على وصف التغير أو اللي راح يحدث على سلوك الطالب. ثالث شيء، أن يكون قابل للقياس، أي أنه يستخدم إحدى أدوات القياس لوصف التغير في سلوك المتعلم. سمعتك؟ تمام. في حدا بده يعلق؟ أحسنت. أيضاً أضيف أيضاً. أتفضل. أيضاً. إنه أول شيء أيضاً كمان لابد أن يصف سلوك المتعلم وليس المعلم، أيضاً يصف المهمة وليس يصف موضوع التعلم. هذا له علاقة بمواصفات. هذا له علاقة بمواصفات الهدف. فاللي تحدثت به سابقاً من حيث فعل السلوك ومحتوى يعني السلوك و. معايير الحكم على السلوك والشروط، يعني بمعنى كل شيء يجب أن يتوفر لدى المتعلم أثناء قيامه بهذا السلوك. كأن نقول مثلا إذا أتيح للطالب آلة حاسبة سوف يقوم بالعملية الحسابية التالية. الآلة الحاسبة هي بسموها الظروف في هذا الجانب. طبعا تنظيم عناصر التعلم بطريقة محددة وتقديم كل عنصر من عناصر المحتوى، سواء الهيكل المعرفي، معلومات، حقائق، مفاهيم، مبادئ، نظريات إلى آخره، وتقديم كل التعليمات والإجراءات والتوجيهات وإعطاء فكرة للمتعلم للتعلم عن السلوك المطلوب. يعني نخبره قبل ما يتعلم شو مطلوب منك بعد نهاية الحصة مثلا الدراسية. ولو أن الأبحاث تشير أن هناك نتائج متناقضة بين مجموعة أو مجموعات أعلموا بالأهداف ومجموعات لم يعلموا بالأهداف واستنتجوها أثناء الشرح، البعض المجموعات التي يعني أشعرناهم بالأهداف تفوق على المجموعات الأخرى، وفي المقابل في بعض الحالات المجموعات التي لم يعلم بالأهداف كان تحصيلهم أفضل أو يوازي المجموعات الذين تم إعلامهم عن الأهداف. طبعا إعطاء فرصة للمتعلم للتعلم السلوك المطلوب وممارسته وتكراره وإظهاره وتزويده بالتغذية الراجعة. في عنا الخطوة الأخيرة هي تطبيقات على النظرية السلوكية. في عنا التعليم المبرمج، ولا يخفى عليكم أن سكينر هو رائد التعليم المبرمج، وأن هناك يعني نوعين من التعليم المبرمج كما ظهر أسفل الشريحة: التعليم المبرمج الخطي والتعليم المتشعب. لكن تقوم فكرته على التعليم المبرمج بشكل عام على تجزئة المادة التعليمية إلى وحدات صغيرة، بحيث تشمل فكرة معينة ويتطلب تفاعل المتعلم معه دون الحاجة إلى تدخل المعلم بشكل مباشر. وفي عنا التعليم المبرمج الخطي رائده سكينر، والتعليم المتشعب هو رائده واحد اسمه كراودر. وتقوم فكرة الأول الخطي بأن الإنسان يسير بشكل خطي بشكل متتابع زي عرض الشرائح، مثلا شريحة 13، شريحة 14، شريحة 15، شريحة 16. مش ممكن الطالب ينتقل إلى الشريحة 14 إلا بالمرور بالشريحة 13، فهو يسير بشكل مرتب بالنسبة لدراسة إيش المحتوى وتتابع الصفحات تاعت المحتوى بهذا الشكل. أما النوع الثاني فالمتشعب هو تاع كراودر، هو يسير بشكل متتابع بالنسبة لترتيب المحتوى أو عرضه،
وليس شرطا أن يسير بشكل خطي في تتابع الصفحات بتاعت المحتوى. والدليل على ذلك هو الارتباط التشعب اللي بنلاقيه، بمعنى أنه بنقرأ خبر في مثل موقع إلكتروني معين وبقولنا اضغط هنا للمزيد، فبحيلنا إلى موقع آخر، ثم ممكن الرجوع إلى ما كنا عليه في السابق. هيك إحنا يعني بنخلص النظرية السلوكية، وتم التركيز على روادها، فكرتها تؤمن بالسلوك الظاهر مثير استجابة تعزيز، ترتبط بمجموعة أخرى بالنسبة لتصميم التعليم، منها حركة العلوم السلوكية ومنها التعليم المبرمج وتفريد التعليم، وأيضا اللي هو استفادت نظريات أو تصميم التعليم في النظرية السلوكية في يعني تحديد عناصر الموقف التعليمي والخبرات السابقة وتحديد المحتوى والتركيز على السلوك الظاهر وغير ذلك من هذه العناصر. النظرية الثانية هي النظرية المعرفية وتصميم التعليم. والنظرية المعرفية أيوة، مين بقول لروادها النظرية المعرفية؟ أنا دكتور برنارد. طب أنا بس أنا قبل وضعت لكم روابط أنا على الموديل إثرائية للنظريات هذه، يا ريت بس تكونوا يعني حضرتوهم، يعني إحنا قاعدين نأخذ الجزء من الكل وليس الكل من الجزء. يعني من حضر الشرح تاع زملائكم اللي رفعوه وسجلوه، واللي حضر الروابط الإثرائية اللي إحنا وضعناها، يصبح هذا جزء من الكل وليس هو الكل، ولو أنه في النهاية بالنسبة للاختبار هو المطلوب، لكن أرجو يعني قراءته في هذا الجانب. ومين يديني فكرة عن النظرية المعرفية؟ يتفضل بالمايك الأستاذة سامية البشي، تتفضلي. أستاذ سامية، طيب مي الترثوري كانت فيها تحكي، تفضلي. طيب ملناش غير الأستاذ نضال، تفضلي عم نضال. يعطيك العافية أستاذ دكتور. النظريات المعرفية بتركز على العمليات العقلية اللي بتصير أثناء التعلم من خلال استقبال المعرفة عبر حوادث مختلفة، تمام؟ نظرية معرفية في مقاطعة صارت دكتور، يبدو لي أنه النت عندها ضعيفة من أعتقد سامية. كمل يا أستاذ وبنديها فرصة أخرى بعد، وإن شاء الله بتخليك تحكي يا أستاذ. تمام. والمعرفيون دمهم بيهتموا بالسلوك الجزئي اللي بيهمل العلاقات ما بين الأجزاء، تمام، وأنه بيركزوا على بيهملوا كمان التعلم اللي بيقوم على المثير والاستجابة، بيزودوا المعرفة في نطاق أبعد من المثير والاستجابة. وأبرز رواد الحركة المعرفية هما برونر وريل وسكندورا ونورمان، بس هاي اللي بقدر أقول عن النظرية المعرفية. ماشي، شكرا لك وكلام جيد في هذا الجانب. يعني أنا بشبه دائما النظرية المعرفية زي واحد معه قرشين في جيبته وبمشي، وقت ما بده بظهرهم وقت ما بده بظهرهمش، وفي ضوء ذلك يعني قد يكون المنحة بالنسبة إلي هو الميل إلى النظرية السلوكية، نظرية سوري المعرفية، كحقيبة علم متنقلة مع الإنسان. النظرية السلوكية هالكلمتين بتقولهم يشعر ما أن هناك مهارة أظهرها في موقف ما ومش الحال، لكن هذا الشخص لا، إيش مخبى متأكدين أنه موجود، قديش نطلب منه بخرج، يعني فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان أنا بدي أركز على السلوك الظاهر، فبكون الناس مظاهر وليس مخابر، والله إيش رأيكم؟ لكن إذا إحنا تحدثنا يعني كما الصورة تاعت الهندي لا تنخدع بالمظاهر، حينما على الفيسبوك مشهورة هاي، إنه كان لابس عدة يعني غير لائقة، إلا إنه كان من كبار جراحي العالم، حينما أصيبت مواطنة في المطار بمرض نادر كان معها وجدتها الحالة فلم ينقذها إلا هو، في حين الشرطة شاك فيه وكانت بدها تعتقله، بل اعتقلته وفك قيده وأسرع
يعني إنقاذها. هذا يعني قريبة من قصة النظرية المعرفية، وممكن الإنسان أي وقت يظهر هذا السلوك إذا أحسن معالجته. يعني في عنا في عقل الإنسان مجموعة ملكات أو نسميها أدراج، هذا درج للصور وهذا للمعلومات وهذا للمعارف وهذه للذاكرة قصيرة المدى وهذه طويلة المدى وهذه الأشكال وهذه الأسماء وهذه الأفراح وهذه المسرات وهذه الكورونا وهذه وهذا، ويجمع كيف يعالجها مع بعضها ويطلع بصيغة جديدة تكون يعني قيمة هذا الإنسان في التعبير عما يشعر به. طبعا أكيد اسكندورة وبراونر وأوزوبيل ونورمان هذول من أقطاب المدرسة المعرفية في هذا الجانب. وهذه المدرسة يعني كما قال زميل نضال أنها تركز على الموقف الكلي ولا تهتم بالجزئيات كثيرة، فالجزئيات هي حاصل يعني بيظهر في الكل في هذا الجانب. برونر هذا وضع مجموعة من المبادئ التي يجب أن تتضمنها عملية التعليم، وهي الخبرة في مجال التعليم، طريقة تنظيم المادة وطريقة تعليم المادة وطريقة استخدام العقاب والتعزيز. لا شك أن النظريات نحن ندرسها في هذا المنطق أو في هذا الجانب ليس دراسة متعمقة، ولكن نسقط أو نريد أن نسقطها على اللي هو مجال اللي هو تصميم التعليم. فافتراضات المدرسة المعرفية التعلم ما هو إلا إعادة ترتيب للأفكار، صيغ موجودة، خبرات سابقة تندمج مع معالجة جديدة، وهذه المعالجة الجديدة تكون صيغ جديدة تخرج. يعني التعلم القديم زائد التعلم الجديد ليس هو التعلم القديم وليس هو التعلم الجديد، بل هو مزج أفكار قديمة مع أفكار جديدة، ويستطيع الإنسان أن يعبر عن هذه الأفكار كل يعني بأسلوب معالجة المعلومات. أيوة تنظيم ذاتي يا دكتور. تمام، طبعا في يتم في عقل المتعلم، لذلك معالجة المعلومات لا يوجد اثنان يفكران بنفس الطريقة أو ينظمان المعلومات بنفس الطريقة، وإلا كتب التاريخ بقلم مفكر واحد. لذلك في عنا يعني تنظيم إن صح التعبير أو معرفة منظمة معرفة غير منظمة. في عنا معرفة ذاتية في المناهج أخذناها، ومعرفة غير إيش معرفة موضوعية. كل إنسان له طريقة في التعلم، ما يهمنا أو ما يهم العلماء في هذا الجانب هو المخرجات تاعت هذا التنظيم. إذا كانت المخرجات تتم في سياق معين وأطر معينة فبتكون المعرفة جيدة ومنظمة في هذا الجانب. لو إحنا جوجلنا كيف نظرية معالجة المعلومات سوف تظهر لنا مجموعة من النماذج، على رأس نموذج بيسموه نموذج شانون وويفر، وليس هذا هو المجال، إلا أنه الإنسان يلتقط المعلومة ثم تدخل إلى ذاكرته القصيرة المدى، ومن لحظة خروجها من المرسل لحين استقرارها في ذهن المتعلم يحدث التشويش لأسباب كثيرة، ثم يعالجها، قد يعالجها بطريقة صحيحة أو ناقصة أو خاطئة. وفي نفس الوقت كلما كان معالجة المعلومة أعمق كلما كان الناتج أكثر يعني أبقى أثراً في التعلم وأكثر فائدة. يعني إذا عرضت معلومة بأكثر من وسيلة وبأكثر من صيغة بكون أفضل. الفرد يجب أن يقوم بتمثيل المعرفة. تمثيل المعرفة يعني أن تصبح لديه قوالب معرفية خاصة به ذاتية زي ما حكى زميلك، ويتم تطبيقها في مواقف معينة. التعلم لا يتم بدون الاستعداد الكافي، وبركز هم على الاستعداد والدافعية والنضج، ويتوقف التعلم على تنظيم المتعلم الإدراكي للموقف الذي يوجد فيه. كل إنسان يختلف عن الثاني، والتعلم يصبح ذات قيمة أو ذات معنى أو ذات فائدة إذا انتبه هذا المتعلم للخبرات الجديدة وربطها بالخبرات القديمة. سماتها في سمات النظرية المعرفية في تصميم التعليم الأستاذة سامية موجودة؟ طيب فاطمة أبو مصطفى. أيوة معك.
تفضل يا أستاذ. السمات النظرية المعرفية في تصميم التعلم فيما يلي عرضا موجزا لأبرز السمات رواد المدرسة المعرفية وعلاقتها بتصميم التعليم. ساهمت المدرسة المعرفية بشكل كبير في كيفية بناء وتصميم برامج ومصادر التعلم وفق خصائص المتعلمين، وخاصة فيما يتعلق في كيفية تخزين المعلومات في الدماغ البشري وتقديم أنشطة التوجيه المناسبة للمتعلم التي تساعده على تلقي المعلومات الجديدة. وهذه الأنشطة يمكن أن تكون تجميعاً للمثيرات النصية والسمعية والمرئية، وتهدف إلى الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة لفترة أطول على المدى القصير للسماح بالارتباط بالمفاهيم المبدئية التي تقدم للمادة التعليمية. ماشي يا أستاذة فاطمة. على تلقي المعلومات الجديدة وتدريبات لأولياء التعلم. ضعيف ما بعرف. واضح. آخر نقطة، التعلم الآمن التي يوجد فيها الأخطاء ثم اكتساب التعلم. كمل. التعلم الإجرائي كمل. أنا الصورة راحت من عندي. هي توجيه سلوك المتعلم نحو توجيه سلوك المتعلم نحو تحقيق الهدف من خلال نظام التعلم الإجرائي المبني على التحكم والضبط. فالتعلم عملية تعلم ذات يتحكم فيها المتعلم بالمثيرات الخارجية ويضبطها بطريقة تكفل له تحقيق الأهداف التعليمية. تقديم طرائق تدريس أو طرائق جديدة تتعلق بالتعليم الخطي كعرض الأفكار العامة الرئيسية أولاً، ثم يسير المعلم بخط مستقيم إلى عرض الجزئيات والأمثلة. تعليم النسجي أي عرض المادة الدراسية ثم تراجع جميع هذه المادة بطريقة أكثر تفصيلاً، تتبعها تفصيل أدق لجميع الأجزاء، وهكذا إلى أن تتم عملية التعلم بشكل كلي. والتي تنظيم أكاديمية ولكن على المستوى، وهو المستوى الذي يتناول تنظيم طيب. أرجو أنك تكونوا سمعين الآن. سمعين. طيب إحنا يعني هنكمل عشان الشرائح شوية كثيرة، لكن في نهاية المحاضرة سوف نتفق إن شاء الله على آلية جديدة لعملية طرح المساق أو يعني المناقشة بعد هذه المحاضرة. في عنا ننتقل إلى أهم تطبيقات النظرية المعرفية، هي خرائط المفاهيم الإلكترونية. وكما تعلمون فإن هذه الخرائط هي يعني تحاكي اللي هو الخرائط المتعلم بالذات الخرائط يعني كيف يعالج المتعلم المعلومات وكم من الحواس انتقالا الى الدماغ عبر الاعصاب. وفي هناك برامج الكترونيه يعني جاهزه لتوليد مثل هذه الخرائط لموضوعات معينه. التمثيل البصري للمعلومات اللفظيه، اي ان يعني الانسان يحتفظ في المعلومات بالذاكره البعيده. إذا كانت المعلومات مقدمة بطريقة بصرية أكثر من المعلومات السمعية، ونسبة التعلم عن البصر تفوق التعلم عن السمع، هذا شيء معروف في هذا الجانب. كلما كانت الصورة أو الموقف قريب من بيئة المتعلم، كلما كانت معالجة الموضوع له أكثر عمقاً. وتؤكد نظرية معالجة المعلومات على أهمية استخدام الرسومات في عملية التعليم، والتي يمكن أن تكون أفضل بكثير من تمثيل المعلومات إذا ما قرنت بالمعلومات اللفظية. إذا أن الكلمة المنطوقة أو المكتوبة يعني بتكون موجودة في
في المعلومات اللفظية، أما الرسومات فهي وسيلة مهمة للاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة قصيرة المدى وحتى الانتقال إلى الذاكرة بعيدة المدى. التصميم البصري لواجهة المستخدم، يعني الشخص اللي بده، خلينا أحكيهم بسرعة، الشخص اللي بده نصمم له التعليم استفادت نظريات أو تصميم التعليم ونماية تصميم التعليم من النظرية المعرفية، وقد تكون هذا أكبر يعني استفادة منه في التصميم البصري لواجهة المستخدم، يعني الشكل اللي بتظهر للمتعلم. نمرة واحد، في العلاقة بين الشكل والأرضية عند اختيار الألوان. يعني الشكل هو اللون الأسود اللي ظهر أمامكم، الأرضية هي اللون البيضاء. في نظرية الألوان واختيار الألوان، لو برضو جوجلتوها وكتبتوا على جوجل بتم كيف أنه ممكن نختار كل لونين متقابلين أو لون بعد لون إلى آخره، بحيث تكون يعني هناك انسجام وعدم إرهاق للعين أثناء اللي هو عرض المعلومات. مراعاة البساطة في عملية التصميم بحيث يعني عرض المواد البصرية لا تجهد عقل المتعلم، والهدف ليس الشكل البصري أكثر من أنه الشكل البصري يساعد المتعلم في معالجة هذه المعلومات. مراعاة التقارب والتشابه، هذول مبدئين مهمات من النظرية المعرفية. إذا أنا الأشياء المتقاربة تظهر في شكل مجموعة واحدة، أنا بصراحة عز الله أكبر أشد جدا ما أسعفني الوقت إنه يعني أدي أمثلة بالضبط رسومات عليها، ولكن كلما تقاربت الأشياء مع بعضها البعض في صفات معينة وخصائص معينة، كلما اقتربنا إلى اللي هو معالجتها بشكل أفضل، كلما كانت الأشكال أو الحجوم أو الألوان متشابهة كلما كان حفظها وعدها أفضل. لو جبنا لخبطنا مجموعة من الأدوات أو ألعاب الأطفال وقلنا للمتعلم عدهم أو ميز بينهم أو كذا، وكنا إحنا حاطين ألوان مختلفة حسب اللون، لو إحنا جبنا اللون الأسود لحال والأحمر لحال والأزرق لحال، سوف يتم التعامل معهم بشكل أفضل فيما لو كانوا كلهم محطوطات مثلا بعلبة واحدة وملخبطة. بالنسبة للتناسق، يدرك المتعلم العناصر البصرية إدراك غير كامل في حال عدم مراعاة التناسق والتوازن بين الأشكال في هذا الجانب، من حيث حجم الصورة على سبيل المثال، وين بتظهر الصورة، شكل الصورة على الشاشة وين بتظهر وإيش بتعرض بالضبط، ومدى ارتباط المحتوى بالصورة إلى غير ذلك. في عنا النظرية البنائية وتصميم التعليم، والنظرية البنائية على رأس جانب ياجي اللي كان قبل شوية بالنظرية المعرفية وجون ديوي. لذلك النظرية المعرفية البنائية هي يعني نظرية معرفية بالأساس في هذا الجانب، لذلك هي امتداد للنظرية فعلا المعرفية، وهي أكثر التربويون الذين ينادوا بها في العصر الحديث جون ديبي إبرار إلى آخره، ويؤكد أصحاب النظرية البنائية على توفير البيئة التعلم الواقعية. يعني إذا إحنا ضمننا بيئة مناسبة، رغم أنهم يعني بركزوا على المعرفة، لكن البيئة هاي مهمة عشان الإنسان يكتسب المعرفة وتستقر في عقل هذا المتعلم في هذا الجانب. وفي ضوء ذلك يعني يجب أن يكون مرتبط موضوع التعلم بالأوضاع الحياتية للإنسان بعيش فيها في هذا الجانب، كما يعني يقولون أنا ما بقدر أتكلم عن المليارات أو الناس الأغنياء في ظل وجود مجتمع فقير. يعد جانب يجي مؤسسة بنائية في العصر الحديث، وهناك مبدأ التنظيم والتكيف، وهاتين المبدأين أو هذين المبدأين أو العمليتين يكتسب الفرد قدرات المعرفية، والتنظيم هو الجانب البنائي في التفكير كيف ينظم الإنسان أفكاره، أما التكييف فهي عملية سعي الفرد لإيجاد التوازن بين ما يعرف والظواهر والأحداث التي يتفاعل معها في البيئة، بمعنى أن يكيف المتعلم معلوماته وخبراته السابقة في فهم والاشتباك إن صح التعبير مع متغيرات البيئة الموجودة أو المحيطة به. تقوم النظرية البنائية على اعتماد المتعلمين بأنهم ينشؤون معارفهم بأنفسهم من خلال خبراتهم، والمعرفة تبنى بواسطة إيش؟ المتعلم. أكيد أنتم أخذتوها يعني في استراتيجيات معظمكم التدريس. يتمركز المدخل البنائي في تصميم التعليم على اللي هو النظرية
البنائية واشتق منها العالم بندورة النظرية الاجتماعية، مش البندورة هي للقناطن، واحد اسمه العالم بندورة، التي تنظر إلى المتعلم على أنه كائن عضوي يشارك ويتفاعل، وترى أن التعلم يعني المعرفة، والمعرفة هي عملية من النظام التحولات، يعني تحول النظم المعرفية لدى المتعلم من خبراته السابقة إلى الخبرات الجديدة. طبعا بالرغم من بأنه يعني هذه النظرية في عملية تصميم التعليم، يعني ما استفادش منها تصميم التعليم بالعملية المطلوبة كما يجب كما في النظرية السلوكية، لأن البرامج دائما لها مخرجات تعليمية وتركز على الأوتبوت أو على المخرجات فيه. الملامح البنائية المتعلقة بتصميم التعليم، نمرة 1 تحليل المحتوى، ونمرة 2 تحليل المتعلمين، نمرة 3 وصف الأهداف، نمرة 4 التقويم. وأعتقد يعني هذه الأشياء لو أنتم قرأتوها برضو بتكون واضحة. ومن تطبيقات النظرية البنائية هو الواقع الافتراضي والرحلات التعليمية. وكما تعلمون الواقع الافتراضي هو واقع غير حقيقي، في عنا مثلا المعامل الافتراضية، وهذه المعامل يجرى بها تجارب، أو الواقع الافتراضي على الكلاس روم، هاي الزوم اللي احنا بنشتغل عليه مثلا، انه الناس موجودين ليس في مكان واحد ولكن في أماكن متعددة وفي نفس الوقت. في عنا رابع النظرية التوسعية. مين منكم شرحت النظرية التوسعية؟ موجودة الطالبة اللي شرحت النظرية التوسعية؟ سامية اللي شرحتها؟ على ما أعتقد هي نظرت شرحت النظرية التوسعية. طيب يا أستاذة سامية سمعاني؟ طب مين من ما تكلمش حابب يتكلم؟ أقرأ أنا أقرأ؟ قبل القراءة بدنا حضاء شرفنا يا أستاذ. سمعيني؟ صوت واضح يا أستاذ. واضح يا أستاذ سامي، واضح الصوت. هاي تمام. اللي سامح كان انا اللي شرحتها. النظرية التوسعية لتنظيم التعليم لراي جلوس، تم تطوير هذه النظرية من قبل راي جلوس في اواخر السبعينيات من القرن العشرين، باعتبارها تشكل قاعدة مهمة للمعرفة الإنسانية. وقد انبثقت النظرية من مفاهيم النظرية الإدراكية المعرفية في علم النفس، بحيث يشكل المنظم المتقدم أساساً يساعد على دمج ما يتعلمه من معلومات جديدة بالمعلومات السابقة بطريقة ذات معنى، يعني تعلم ذي معنى. وقد تناولت النظرية تنظيم المادة الدراسية على المستوى الموسع، وهو المستوى الذي يتناول تنظيم مجموعة من المفاهيم والإجراءات أو ماشي يا أستاذة سامية، بدنا ننتقل يا أستاذة سامية بشكل عام أحكيها لا على مكوناتها هي الأهم. نعم. يعني ماشي. المكونات اللي هي مقدمة شاملة، مثلا بدي أحكي عن الإحصاء بشكل عام، بحطه فوق بنسميه المقدمة الشاملة. بعدين لما نقسمه مثلا إلى قسمين أو أي موضوع تاني، لما نقسمه إلى قسمين بنسمي الأول الموضوع الأول اللي هو المستوى التفصيلي الأول، أول ما يعني في الروابط أول مستوى بتسميه النظرية المستوى التفصيلي الأول اسمه. بعدها بعد ما نتوسع، بعدها التركيب والتجميع، بعد بوضح العلاقات اللي بتربط بين عناصر المحتوى بعضها ببعض، منه التركيب الداخلي يعني توضيح العلاقات بين عناصر المحتوى الموضوع الواحد. أما التركيب الخارجي يعني توضيح العلاقات الموضوع وعناصر المحتوى مع موضوعات أخرى، يعني ربطه بموضوعات أخرى. أما مرحلة التلخيص هي عرض، معروفة من كلمة تلخيص يعني عرض موجز لأهم الأفكار اللي بنلخصها التي وردت في المادة، عن طريق إعطاء تعريفات عامة للأفكار الهامة والرئيسية. ويمكن احكي عن التعليق ولا تفضل.
النظرية التوسعية لتنظيم التعليم تساعد على تصميم التعليم على تجنب النقص وتلافي المشاكل التي قد تنشأ من جراء تطبيق البرامج التعليمية بشكل عشوائي دون التخطيط لها أو دراستها مسبقاً. يعني بتنظم المحتوى وبتمنع الارتجالية والعشوائية. تنظم تفكير المتعلم. الآن بالنسبة لهذه النظرية وتصميم التعليم، في عندنا حاجة بنسميها تحليل المهام التعليمية أو تحليل الهدف السلوك أو تحليل المحتوى، هو عبارة عن ترتيب الجزيئيات أو المفاهيم والمبادئ أو عناصر التعلم من صح التعبير على شمولية التي يتكون منها نموذج التصميم أو الذي يتكون منها اللي هو المادة التعليمية. وفي ضوء ذلك في نماذج التصميم التعليم سوف نأخذ هذا الجانب. الآن هذا التحليل قد يكون خطي وقد يكون هرمي وقد يكون موحد يجمع بين التحليل الهرمي والتحليل الخطي. هذه النظرية ما بتخليناش ننسى إشي، في هناك روابط داخلية بين عناصر الموضوع وتسلسله في مرحلة اللي هو التركيب والتجميع، وبين علاقة مثلا لو احنا رتبنا المهارات من 1 إلى 25، هل هناك علاقة مثلا بين مهارة 15 و20 أو 7؟ هذا المقصود بالتركيب الخارجي وبيان العلاقات بين عناصر المحتوى، سواء كانت يعني المتدرجة مع بعضها البعض وراء بعضها البعض أو البعيدة عن بعضها البعض. في هذا الجانب هي استراتيجية تعليمية في الغالب، أو يعني نظرية تقوم على الوضوح وعملية تناولتها دراسات كثيرة استفاد منها تصميم التعليم في اكتمال عملية التصميم وتلافي الأخطاء التي قد تحدث بشكل عشوائي دون التخطيط المسبق لها. في عندنا نظرية الذكاءات المتعددة وتصميم التعليم. أيوة، مين اهتمامه؟ هي سامية شرحتها. طب ادينا ملخص لها يا أستاذ سامية. حاضر. أول شيء روادها جاردنر كانت في 1983 كانوا 7 ذكاءات، بعدين أضافوا الذكاء الثامن اللي هو الذكاء الطبيعي صاروا 8 ذكاءات، وبعدها حديثا ظهر الذكاء الروحي اللي هو بيهتم بالأوقات والتنبؤ بالزمن والحاجات زي كده. هاي الذكاءات أمامك، تفضل. وعندما يجي مثلا المدرس يدرس مثلا يعطي درس ممكن قسمه، مش ضروري لكل يعني كل الذكاءات يتناولها، بس بيشوف مثلا طالب عنده في يعني في طلاقه عنده في اللغه مثلا، بركز بعطيه تدريبات او تعيينات يعني تشجع في هذا او يمارسها او يزيد يعني يشجعه بزياده ويعززه في هذا الجانب. في يعني متعلمين عندهم ذكاء بصري زي مثلا زي المهندسين والرسامين، في طلبة بيقدروا يعني يتنبؤوا بالأبعاد لأشكال هندسية أو مثلاً في الرسم أو المنظور الثلاثي أو الرباعي وهكذا. أما الذكاء الموسيقي بتنبؤوا فيه، بيقدر يعني يميزوا بين الموسيقى مثلاً في القوالب الموسيقية. التفاعل اللي هو الاجتماعي يعني فيه بيقدر يعمل لعب أدوار أو محاكاة مع الطلبة أو أدوار لعب الأدوار أو فرق التعلم أو تعلم التعاون بجميع أشكاله. وفي جسد حركة اللي هو بيقدر فيه تآزر حركة بين مثلا التمارين اللي بعملها واللي بيسمع فيه، يعني في عندهم في الجانب هذا بيكونوا متفوقين. تمام. أهمية نظرية الذكاءات المتعددة في التصميم والتدريس، طبعا هي نموذج من نماذج التصميم المعرفي أو النظرية المعرفية في هذا الجانب، لأن نتكلم عن الذكاء والذكاء هو في يعني عقل المتعلم في هذا الجانب. وفي ضوء ذلك يعني أكثر استفاد منه نظريات التعليم والتعلم بالنسبة لتصميم التعليم هو النظرية السلوكية.
إلا أن هذه النظرية الذكاءات المتعددة ساعدت المعلم على توسيع دائرة استراتيجياته التدريسية بحيث يستطيع أن يصل إلى أكبر كم ممكن متعلمين حتى الأطفال، لأنه أنواع الذكاءات المعروضة كثيرة. وهناك حتى يعني أعتقد في رسالة قدمت يعني قبل الظرف هذا فعل الفيروس لها علاقة بالذكاءات المتعددة من أحد الطلاب. تقدم هذه يعني ما زالت أكتف النظرية وما زالت نشطة، ممكن أن تستخدم في هذا الجانب. ما في تقدم نظرية الذكاءات المتعددة نموذج التعلم ليس له قواعد محددة فيما عدا المتطلبات التي تفرضها مكونات إشمالها المعرفية في هذا الجانب، وكأنه يعني الغاية تبرر الوسيلة. إحنا بدنا الطالب يتعلم، والآن نظم بيتك ما تنظمش بيتك، أهم شيء بدنا العلم يصل إلى هذا المتعلم. وتلائم هذه النظرية تنمية استراتيجية التدريس في التربية الإفرادية بمعنى التعليم الفردي، التي تعد كجزء من تسكين التلاميذ في التربية إيش الخاصة ذوي الحاجات الخاصة، وتستطيع أن تساعد المدرسين بحيث أنه يحسن من أسلوبه التدريس. هذه النظرية تقدم تدعيم للعديد من الطرق التي يتعلم بها الأطفال، وعلى المعلم عند التخطيط لأي خبرة أن يسأل نفسه هذه الأسئلة: كيف يستطيع مثلا أن يستخدم الحديث أو الكتابة، تفكير لغوي، أما الرياضة أو المنطق له علاقة بالألعاب والأرقام، والأفكار المرئية لها علاقة بالتفكير المكاني المرئي، وبالنسبة للموسيقى زي ما عرضت بالاستراتيجيات زمالتكو، بالنسبة للحركة البدنية، وبالنسبة للذكاء الاجتماعي غالبا يتم في شكل مجموعات صغيرة. هيك يعني صحيح لا شك ان احنا يعني اختصرنا عدد الشرائح 29، لو بدنا نفصلهم ناخذ ضعف هذا المكان او هذا الوقت، الا انه يعني بنقول انه هذه المحاضرة كانت يعني بمثابة بث من صحة تعبير تجريبي، وسوف أقوم بوقف اللي هو التسجيل، ومن ثم يعني ممكن اللي هو نتناقش في بعض الموضوعات اللي بتخص المادة والمحاضرة.